إخوتي، أهلا بكم في قناة مكاسب الإنترنت. اليوم مع شرح جديد. الكثير من المبتدئين في الربح من الإنترنت يسألوننا كيف يحصلون على أول دولاراتهم من الإنترنت. أقول لهم إخوتي، الطريقة سهلة جدا. سنقوم بربح الروبل ثم نحوله إلى الدولار. كما تعلمون أن الروبل هي عملة روسيا، ولهذا أتيتكم اليوم بهذا الموقع، موقع سهل جدا لربح عملة الروبل. انظروا كم تساوي الروبل من الدولار. لو نضع 60 روبل هنا في هذا الموقع لتحويل العملات، نضغط على كونفرتير، سنقوم بمسح، سنضع 60 روبل. انظروا 1.01 دولار، أي عندما نجمع 60 روبل أي جمعنا 1.01 دولار، وهذا ما نبحث عنه. إخوتي المبتدئين، الأمر سهل جدا. هذا الموقع نضع هنا عنوان محفظة البائع، البائر لمن لا يعلم، البائر هو بنك إلكتروني يجمع الروبل والدولار والبيتكوين، وفيه عدة خصائص. في الحلقة القادمة سأشرح لكم هذا البنك، وأيضا سأترك رابط هذا البنك تحت الفيديو. نضغط على هذه الخانة، انظروا أنا عندي 0.14 روبل. نقوم بترجمة هذا الموقع. أنصحكم باستخدام جوجل كروم. كيفية عمل هذا الموقع؟ نضغط على هذه الخانة الخضراء، ثم نبحث عن لوحة الإشهار التي تشيع. هنا 3 خانات التي تشع، سنضغط على واحدة. نغلق هذه النافذة. انظروا، أعطانا 0.02، كان 0.14 أصبح 0.16، ونعيد الكرة كل دقيقة. انظر العدد، يحسب دقيقة ثم تعيد الكرة. إخوتي هذا الموقع رائع، أعمل فيه ساعة فقط أو ساعتين في اليوم، وبإذن الله ستجمعون عدد كبير من الروبل، ثم تحولونه إلى الباير، ثم داخل البنك تحولونه إلى الدولار بطريقة سهلة. للسحب نضغط على هذه الخانة أين موجود السهم. هنا في هذه الخانة لو نضغط عليها سنحصل على رابط الإحالة. هذا هو رابط الإحالة. لكل من يتسجل عبر رابطك تأخذ من أرباحه 10%.
أظن أن الشرح كان واضح. إخوتي اغتنموا هذه المواقع، الروبل أو الدولار نفس الشيء، اجمعوا الروبل في هذا الموقع وحولوه إلى الدولار في محفظة البايع. وأتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.